somebody just called the sound. في أشياء كثير غامضة ما عرفناها بلعبة God of War، وفي سؤال دايم يسألون المتابعين اللي هو منو اللي نفخ في البوق للمرة الثانية. بالفيديو هذا راح أتكلم معاكم عن الموضوع هذا وراح أقول لكم وجهة نظري الشخصية. يعطيكم العافية الربع، شلونكم وش أخباركم وعساكم طيبين. ببداية الفيديو حاب أني أشكركم على دعمكم وتشجيعكم، ولولا الله ثم أنتوا كان ما وصلنا إلى 10,000 مشترك بهالفترة القصيرة، فحابني أشكركم وإن شاء الله تستمتعون معي بالفيديو هذا اللي من سلسلة God of War والأساطير النوردية، واللي أنتوا طلبتوا أن نتكلم عن هالموضوع. لكن قبل ما نبلش لا تنسى تضغط على زر لايك الموجود تحت هذا الفيديو وتشترك بالقناة وتفعل خاصية الجرس إذا ما كنت مشترك. في سؤال يعني كثير سمعته وكثير ناس اسألوني إياه سواء بتويتر أو بالإنستغرام أو باليوتيوب، اللي هو منو اللي نفخ في البوق للمرة الثانية. في ناس حللوا الشيء هذا وفي ناس حطت نظريات إن قالوا احتمال هذا يكون لوكي من المستقبل أو أتريوس راجع من المستقبل وسوى الشيء هذا أو نفخ في البوق، وفي ناس قالت إن احتمال يكون بولدر، وفي ناس قالوا احتمال يكون ثور. لكن كلنا ندري إن باللعبة عرفنا إن ما حد يقدر ينفخ في البوق هذا إلا ميمير، وأنت لما كنت رايح تعالج أتريوس كان ميمير معك، فهني نقدر نتوقع أن اللي نفخ في البوق هو شخصية إحنا ما شفناها أو شخصية ما ظهرت باللعبة. حتى لما سألوا مخرج اللعبة قال أنه راح تعرفون عنها بالمستقبل، فأتوقع أنه راح يكون في تركيز عليها بالجزء القادم من God of War. والحين راح أقول لكم شنو اللي أنا أتوقعه أو شنو اللي احتمال كبير أن إحنا نشوفه في شخصية ما شفناها ما تكلموا عنها أو حتى ما سمعنا عنها. والحين راح ندخل بالأساطير النوردية. الشخصية اللي بتكلم عنها هو هيمدال أو المعروف بحامي أزغارد أو أيضا معروف بحارس جسر البايفروست، ومن أبرز مهامه هو النفخ في البوق السحري اللي يسمونه الجالهور. البوق هذا إذا نفخ فيه هامدال ينذر الآلهة بقدوم الراغناروك أو أن حرب الراغناروك راح تصير. معروف عن الإله هذا عن امتلاكه للمعرفة وأنه عنده قدرة جبارة برؤية وسماع كل شيء يصير بالعالم. كان يقدر يشوف على بعد 50 ميل سواء بالليل أو بالنهار، وكان يقدر يسمع أي شيء، حتى الزرع إذا طلع من الأرض كان يقدر يسمعه، وكان يقدر يشوف حتى الفرو إذا طلع من جسم الخروف. طبعا الأشياء هذه مذكورة عندهم بالأساطير النوردية. الإله هذا أو هامدال كانت وظيفته مثل ما قلت لكم أنه ينفخ بالجالهورن قبل قدوم معركة الراغناروك، وأيضا بالأساطير عندهم أنه هو الإله اللي يواجه لوكي لأن في بينهم عداوة، هو راح يواجه لوكي بمعركة الراغناروك ويذبحون بعض، وأيضا قبل ما يموت ينفخ في البوق مرة ثانية، وهذه تكون إشارة نهاية الحرب ونهاية العالم حزتها. الحين أبا أقول لكم ليش أنا توقعت الشيء هذا أو ليش توقعت الشخصية هذه، لأن بالأساطير النوردية الإله هيمدال هو من أهم الآلهة اللي تكلموا عنها أو اللي انذكرت عندهم، لأن راح يكون له دور كبير عندهم بمعركة الراغناروك وقبل معركة الراغناروك وأيضا بنهاية المعركة. فأتوقع أن المطورين راح يذكرونه باللعبة وأيضا راح يكون له دور. إحنا سمعنا البوق باللعبة للمرة الثانية، أنا توقعاتي أنه هو هني قاعد ينذرهم ببداية الراغناروك، لأن حتى من عقبها الجو تغير، وحتى من عقبها أيضا بنهاية اللعبة شفنا ثور راح حق كريتوس. فهذا اللي كان معي الربع، هذا تحليلي للموضوع هذا. أتمنى الفيديو حاز على إعجابكم، لا تنسون تذكروا لي رأيكم بالكومنتات تحت إذا أنتوا تشوفون شيء ثاني. كان معكم أخوكم بجريد والسلام عليكم.